ما هي الحمى النسفية؟ ما هي أسبابها، أعراضها وتداعياتها؟ مساء الخير. مساء ابتداء، الخير. حمى القرن الكونغو النزفية ظهرت في أول الأمر في العالم سنة 1949 في جزيرة القرم، شبه جزيرة القرم، ومن ثم بعد ذلك اكتشف هذا الفيروس موجود أيضا في الكونغو سنة 69، وبالتالي تم الربط بين حمى القرم وحمى الكونغو، وسمي الفيروس نفسه، المسبب المرضي هو نفسه، سمى بحمى القرم الكونغو النزفية. في العراق سنة 79 كانت أول مرة هذا الفيروس يكون يضرب العراق كوباء، وبقى العراق متوطن بهذا الفيروس من تلك الفترة لحد الآن. أهم العلامات السريرية التي تظهر على المصاب هو الحمى والصداع وألم العضلات وألم المفاصل، اللي بعدين يتحول إلى وجود بقع نزفية تحت الجلد وأيضا في الأغشية المخاطية، وينتهي بعجز في الكلى والكبد وأيضا في الرئة، وينتهي بوفاة المصاب. مثل ما قالت وزارة الصحة، بين 10 إلى 40% نسبة الوفيات من المصابين. هذا طبعا الفيروس هو RNA فيروس، وحقيقة ينتقل عن طريق القراد. النقطة المهمة أنه الإصابة بهذا الفيروس هو ليس فقط من خلال اللحوم الملوثة أو الدم الملوث، لكن أيضا من خلال عضة القراد. ممكن أن ينقل هذا الفيروس من خلال القراد المصابة إلى الشخص المصاب. والطريقة الثالثة للإصابة هو عن طريق من شخص إلى شخص آخر، سواء للشخص المصاب إلى الشخص الآخر، أيضا هي طريقة ثالثة للإصابة. فهذا ينطي انطباع أن المسألة يحتاج لها استراتيجية للوقاية، بمعنى أنه يجب أن نركز على القراد أولا، وعلى اللحوم الملوثة والدم الملوث ثانيا، وأيضا على المصابين بالدرجة الثالثة. وخلينا لا ننسى أن مسألة عزل المصابين مسألة مهمة جدا، لأنها ممكن أن تنتقل حتى للناس الذين يتعاملون مع المصابين من الكادر الطبي، وهذا يعطي انطباع أن المسألة ليست سهلة، المسألة خطيرة جدا. نعم، أجدد تحية ثانية بك دكتور أحمد. يعني بمناسبة الحمى النزفية، العراق يمتلك دائرة رسمية اسمها البيطرة، بس ما بها موظفين كفاية. على العموم، هل من الممكن أن تتطور الحمى النزفية لتصل إلى حمى الضنك أو فيروس هانتا أو حتى الحمى الصفراء دكتور؟ والله حقيقة خليني يعني أعلق على قضية عدم وجود مؤسسة صحية حقيقية متخصصة. إحنا بالعراق نحتاج بعد ما ضربنا كورونا في 2020 والأعوام التالية، نحتاج حقيقة الآن إلى هيئة وطنية متخصصة ضد المسببات المرضية أو ضد المسببات المعدية. الهيئة العراقية لمقارعة المسببات المعدية، لأن هذه الهيئة تكون متخصصة لعمل إنذار مبكر لكل المسببات المرضية المعدية حالنا حال بقية الدول، وتنطي وهذا الإنذار المبكر هو يعطي المبادئة لكل المؤسسات سواء كانت صحية وغير صحية لأجل القضاء على المرض. خلينا ننسى مسألة مهمة جدا، أن ما يتعرض العراق له الآن من أدوات التصحر ووجود هذه العواصف الترابية وقلة محاولة وعدم محاولة السيطرة على البيئة المتغيرة في العراق، هذا أيضا يسبب مسألة مهمة جدا. قد هذا أيضا يكون واحد، وأقول قد، ممكن يكون واحد من المسببات لانتشار القراد، لأنه الآن فكرة أن القراد ينتشر في كركوك ونينوى وهذه المناطق اللي المفروض الجو بها هي ليس مثل جو الجنوب، يعطي انطباع أن هناك مسألة، أن هناك اختلال حقيقي في موازين التغير المناخي اللي ساعدت القراد على الانتشار بهذا الشكل. لأنه بالنهاية لا نستطيع الآن أن نقول أن المرأة المسنة المصابة رحمة الله عليها التي توفيت، هل هي أصيبت نتيجة إصابة بعضة القراد، أم أن اللحوم الملوثة والدم الملوث، أم أن هناك شخصا مصابا نقل إليها هذه الإصابة. هذا نحتاج جواب سريع له حتى نستطيع أن نعمل باستراتيجية حقيقية اللي ممكن أن تكون على أساسات القضاء على القراد، عدم السماح بالذبح للحوم خارج المسالخ الحكومية والرسمية، وأيضا النقطة الثالثة محاولة دائما أن نركز على المصابين ومحاولة علاجهم بأسرع وقت.